خلونا نروح لبروكسل وبينضم لنا عبر سكايب مع الأستاذ محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية. يعني أستاذ بركات بعد مساء الخير، ويعني الجميع في العالم بيحتفل بعيد القيامة، الكنائس الشرقية ده معادها، فخلينا نقول لحضرتك من مصر كل سنة وحضرتك طيب. وبنسألك أكتر، هل السيناريو عودة عجلة الاقتصاد الجزئية واللي تزعمت ألمانيا يعني الدفع بيه أخذ مساحة داخل دول الاتحاد الأخرى، يعني أصبح قرار من الاتحاد الأوروبي؟ في البداية أقول كل عام وأنتم بخير لكافة الأخوة الأقباط المسيحيين في مصر، و مساء الخير لكم جميعا. في الواقع الموضوع خطير جدا، ويجب علينا أن نتحدث بكل صراحة وكل واقعية. دول الاتحاد الأوروبي يوجد بينها خلافات بشأن ما يجري من أحداث وما يتم اتخاذه من قرارات للخروج من هذه الأزمة. تحدثت يا أختي الكريمة عن 3 مليار يورو، هاي البرلمان الأوروبي في قرار لو قرر أن يمنحها بشكل عاجل لمساعدة الدول الأعضاء للوقوف أمام هذه الجائحة. ولكن في الواقع كان في اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على تخصيص مبلغ 530 مليار يورو مبدئيا للخروج من الأزمة الاقتصادية. الآن ما الذي يجري داخل دول الاتحاد الأوروبي؟ هناك بعض الدول تريد أن يتم العودة بشكل تدريجي إلى الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، ولكن في العديد من الدول هناك خلافات بهذا الشأن. بعض الدول قالت أننا سنبدأ بإعادة الحياة تدريجيا ابتداء من 11 مايو، وأخرى ابتداء من 3 مايو، وبعض الدول طالبت أن يستمر هذا العزل الاجتماعي لفترة أطول. ما تم ملاحظته هو أنه خلال العزل الاجتماعي في بداية الأزمة كان كل شخص بإمكانه أو كان يتسبب بعدوى لثلاث أشخاص آخرين، ذلك الثلاث أشخاص الآخرين كل واحد لثلاثة آخرين، فبالتالي كانت أعداد الإصابات تنتشر بشكل كبير. الآن مع الحجر الصحي التام، وأقول هذا لأن معظم الشعوب الأوروبية المواطنين الأوروبيين وخاصة عندنا في بلجيكا نجد أن 97% من المواطنين حسب إحصاءات رسمية ملتزمين في بيوتهم ولا يخرجوا إلا لقضاء الحاجات الأساسية. تمام. وهذا أدى إلى انخفاض الإصابات، أصبح كل شخص يمكن يؤثر ويعدي شخص واحد بدل من ثلاثة، فالعزلة وعدم الحركة أدت إلى محاولة ليس للسيطرة، لأنه حتى الآن لم يتم السيطرة على هذه الجائحة والوباء، فبالتالي يجب أن يكون هناك حذر بهذا الخصوص. بعض الدول وبعض الخبراء يطرح السؤال، هل الإنسان في خدمة الاقتصاد أم الاقتصاد في خدمة الإنسان؟ في حال جائحة كهذه، هل من المفروض أن ينشغل بال رجال الأعمال والأشخاص بتجارتهم وجني الأموال، أم أنه يجب الحفاظ على صحة المواطنين؟ ميزتنا في الدول الإفريقية والدول العربية هي أنها، لا أدري إن كان بإمكاننا أن نسميها ميزة، هي أن الوباء جاء متأخرا 3 أسابيع عنه في أوروبا. صحيح. فإذا لم تتخذ الدول العربية والدول الأفريقية احتياطاتها وتستبق الأحداث، فإننا سوف نواجه في دولنا مشاكل أكثر تعقيدا وأكثر خطورة مما تعيشه بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية. فبالتالي يعني هذا فهذا ووصلت لدرجة إلى أن حتى الأعياد الدينية في بلجيكا وفي معظم في كافة الدول الأوروبية، وهي دول كاثوليكية وبروتستانتية إلى آخره، أنه تم إلغاء تلك التجمعات. حتى بين العائلات أيضا أصبح الإنسان يتجنب الذهاب إلى لزيارة والده لأنه يشكل خطر على نفسه وخطر على أقاربه. فبالتالي من هنا الآن تم تخفيض نسبة انتشار الفيروس من 3 من شخص يتسبب بعدوى 3 أشخاص إلى شخص مقابل شخص. طيب. أي نعم. وحتى الآن، وعفوا وهي أمر مهم، حتى الآن
لم نتوصل في أوروبا، لم تأتي الفترة التي أصبح فيها عدد الوفيات وعدد الإصابات ثابت. طيب والأرقام، وأقولها لك بكل صراحة، الأرقام المعلنة عن الإصابات حتى في أوروبا ليست أرقاماً صحيحة لسبب واحد، هم لا يريدوا أن يخفوا على الشعوب، ولكن لسبب واحد وهو أن الإحصائيات تتعلق بالأشخاص الذين يتم قبولهم في المستشفيات، وأما ومنظمة الأشخاص الصحة أستاذ محمد، منظمة الصحة العالمية قالت ده مبكرا جدا، إنه الأعداد اللي بتقال من الدول هي الأعداد اللي بتتواصل مع المستشفيات أو الأعداد المسجلة، وبالتالي اللي بيصابوا ولم يسجلوا سواء في مراكز كبار السن أو في البيوت، أو يعني حد أصيب ولم يستطع أن يصل إلى طبيب أو مستشفى لم يسجل. بس عايزة أرجع مع حضرتك مرة تانية للاقتصاد. حضرتك عملت مقاربة ما بين نموذجين، يعني النموذج حضرتك يعني حددته بأنه هل الاقتصاد مقابل الحياة البشرية، حياة البشر يعني، وبالتالي ربطتها بفكرة رجال الأعمال ورغبتهم في الحفاظ على ثرواتهم أو عدم انخفاض ثرواتهم إلى حد كبير. لكن أنا عايزة أحطها في معادلة أخرى، البشرية بحاجة لعجلة الاقتصاد وبحاجة للعمل للحفاظ على البشرية وليس لصالح رجال أعمال فقط. بمعنى كيف تعاملت أوروبا مع موسم الحصاد الذي كان يعني هذا الشهر ونهاية الشهر الماضي؟ والحصاد في أوروبا في كتير من الدول الأوروبية كان بيعتمد على العمالة من الدول الحدودية الوافدة، كيف تعاملت؟ هل خسرت أوروبا يعني هذا الحصاد، وبالتالي هل ده بيؤثر بالتبعية على مخزونهم السلعي والمخزون للطعام؟ بالتأكيد يعني هذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي في كافة وفي كافة المجالات. الآن في خلال فترة الحصاد، فترة جمع الفواكه والخضروات على سبيل المثال، عدد من المتطوعين الذين يذهبون لمساعدة المزارعين في جني الثمار، لأنه كان هناك يجي عمال من بولندا وعمال من دول أخرى لهذا الموسم، فبالتالي هذا تم حل هذه جزئيا. ولكن هناك تضحية في الرفاهية الاقتصادية من أجل حماية المواطن، إذا لم يتم ذلك في الدول الإفريقية لنا سنصل إلى مأساة. فهذا الأمر يعني هذا ليس كلامي أنا، أنا لست هذا الخبير الاقتصادي العظيم الذي يقول ذلك، ولكن هذا ما يقوله معظم الخبراء المعنيين الاقتصاديين وغيرهم. فبالتالي يعني يجب الحيطة والحذر. فبالتالي يعني بعدين هناك أمر آخر، يعني معروف أنه نحن المتوسطين والأفارقة والكذا لا نستطيع أن نعيش مغلقين، بالتالي هذا من علينا أن نحترم 100% أو 90% القرارات التي يتم اتخاذها، أو أن نتجنب الخروج إلى آخره. وهذا عامل سلبي سيؤدي في بعد 3 أو 4 أسابيع إلى انتشار الوباء بشكل أكبر، فيجب الأخذ والحذر. في خلال أعياد الفصح المجيد أو في بداية الأسبوع الكنائس كانت فارغة، لم يذهب أحد إلى على سبيل المثال، لم يكن هناك تجمعات، تم إلغاء الاحتفالات والأعياد والمهرجانات كلها تم إلغائها، وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم. فبالتالي هذا موضوع مهم جدا، ويجب أن يضحي الإنسان من أجل أن يحافظ على حياته وحياة الآخرين، وأن لا يأخذ بعين الاعتبار الرفاهية الاقتصادية. يعني بإمكاننا أن ننتظر. كان هناك تعليق لأحد الزملاء قال لي يا أخي الناس عم بيحتجوا أنه في منع تجول يومين وأنه قادرين يشتروا أغراض، فبإمكان الإنسان أن ينتظر يومين ويذهب أن يشتري حاجات بعد ذلك. فبالتالي هذه هو الحفاظ على الصحة العامة، وخاصة أنه هذا الفيروس ينتقل بسرعة كبيرة ويصيب أعداد كبيرة، خاصة إذا كان هناك كثافة سكانية، إذا كان هناك تجمعات، إذا كان هناك في بعض نواحي النظافة إلى آخره. فهذا ما أنا أقوله لك يا أختي العزيزة.
خليني أشكر حضرتك شكرا جزيلا من بروكسل محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية.